يسأل الواحد منا سؤالا، إذا وقع علي ظلم فماذا يبيح لي الشرع وماذا لا يبيح، أو إلى أي شيء ينتدبني شرع الله عز وجل إلى يعني أن آخذ حقي أو أن أعفو، وهل العفو فريضة أم فضيلة؟ الله يقول للرسول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هل هذا يعني أمر خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم أن كل أمر لرسول الله هو أمر للأمة؟ أحبتي في الله، المسلم بطبيعته قرآني النزعة نبوي المسلك، يعني دائما المسلم الحقيقي يرجع المسألة إلى المقياس الحقيقي، نقول دائما أنا أريد أن أقيس قطعة القماش تلك، لابد أن أستخدم الياردة أو القدم أو المتر، يعني لابد، هذه وحدة قياس. إذا مررت على البقال أو على بائع السلع التي توزن يزن لي بالجرام وبالكيلوغرام، هذا معيار يعني ميزان. فميزان المسلم كتاب ربه وكلامه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح لنا فيما نفهم من سيرته عليه الصلاة والسلام أن للمظلوم أمورا ثلاثة، إما أن يأخذ حقه بأي وسيلة، ولكن تكون وسيلة مشروعة طبعا، وإما أن يصبر ويحتسب المسألة عند الله عز وجل وتعوض له دنيا وأخرى، أو أن يعفو، هذه درجة يعني العافين عن الناس، قال ربنا وبشر المتقين أو قال رب وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذه صفة المتقين، هذه ليست فريضة عليك، وإنما هذه الإسلام لا يأمرك بها، فإن لم تعفو يعني لك الخيار. الرسول صنع الثلاثة، فهذا اليهودي في سوق المدينة وجد جارية مسكينة مسلمة عليها بضع من ذهب وفضة، فاستلبها ذهبها وفضتها بالقوة ثم رضخ رأسها بحجر ففقدت النطق وحملت إلى بيت سيدها، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى الجارية وهي لا تستطيع الكلام، قال هل الذي أخذ منك هذه، أشار لها يعني على المجوهرات والأشياء، ورضخ رأسك بحجر، هل هو فلان؟ وذكر لها اسما غير الذي قتلها، فأشارت بإصبعها السبابة لا، فقالت هل هو فلان؟ ذكر لها اسما ثانيا، قالت لا، فالمرة الثالثة ذكر لها اسم القاتل المستلب، هل هو فلان؟ فأشارت نعم، فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم و أمر أحد الصحابة فرضخ اليهودية بحجرين فقتله، يعني إذن يأخذ حقه لأنه الحاكم ورئيس الدولة بيده القضاء، رأى أن من قتل يقتل، ماتت طبعا الجارية شهيدا إن شاء الله. المهم هذا أمر. عقبة بن أبي معيط لما جيء بالمشركين فقام عاصم بن ثابت بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتل عقبة، فعقبة يقول يا معشر قريش ما لي أقتل أقتل من دون من هم هنا، لماذا أنا بالذات؟ قال الرسول لو أنت يا عدو الله يجب أن تقتل. ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم جاءني عقبة وأنا في بداية الدعوة يعني في الكعبة ساجدا، فوضع
رجله على عنقي حتى كادت أن تخرج عيني، ثم جاء بسلة جزور فوضعه على رأسي، يعني الأحشاء الداخلية، وكانت فاطمة صغيرة تميط الأذى عن أبيها صلى الله عليه وسلم. فقال: فمن للصبية يا محمد؟ من لأولادي يعني بعد ما تقتلني؟ قال: لهم النار، كفار أولاد كافر، وقد ماتوا على كفرهم جميعا. سبحان الله، وهذه من إشراقات النبوة صلى الله عليه وسلم. لأن الناس يعني تتكلم في قضية العفو يعني كلام رومانسي، يعني عفو، سبحان الله، أحد قتل لك يعني وأذاك بهذا الأذى وبهذه الدرجة. لكن هناك درجة أخرى، أن تدعو على المظلوم. ابن قميئة هذا لما في غزوة أحد حفر الحفرة حتى يقع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب الرسول على وجهه حتى سقطت ثنيته وتعلقت حلقة في خده الشريف عليه الصلاة والسلام، ووقع في الحفرة. قال: خذها وأنا ابن قميئة، اسمه ابن قميئة حتى اسمه سيء يعني. قال: أقمعك الله. انتهت المعركة، وذهب ابن قميئة هذا إلى قطيعه في الجبل، فإذا بتيس القطيع ينطح ابن قميئة من فوق الجبل، فسقط من فوق الجبل وثبتت فيه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة والتابعين كان منهم من يدعو على من ظلمه. هذا رجل اسمه المجاشعي، بعد أن حضرت أمنا عائشة موقعة الجمل، كشف الستر في هودجها، تركب فوق الجمل كي يرى وجه أمنا عائشة. قال: ما أرى إلا حميراء، هذا من باب التجرؤ على حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أمنا عائشة: هتك الله سترك وقطع يدك وأذاقك النار. هذا الرجل بعد هذه الحادثة قطعت يده وقتل، وقالت ودعت له: وأعمى بصرك. بينما تقطع يده فقد نعمة البصر، ثم ألقي عريانا في خرابة، يعني في خربة في منطقة بالمدينة خارج، سبحان الله، فهتك الله ستره عريانا كما دعت عليه عائشة رضي الله عنها. جاء قوم من الشام أم من الكوفة يشكون لعمر من سعد ابن أبي وقاص خال رسول الله الوالي: ماذا تجدون من سعد؟ فقال رجل منهم، طبعا عمر مجرد أن شكوى وصلت من أهل الكوفة، ولاية معينة، شعب معين يريد رجلا، ففورا عمر ولى عمار بن ياسر مكان سيدنا سعد، واستقدم سعدا إلى المدينة وسأله، سألهم: لما تنقبون على وليكم؟ هذا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إنه لا يحسن الصلاة. لا إله، الشعوب لما تتددل زيادة عن اللزوم تخرب، يعني تجد يعني سعد بن أبي وقاص أول من قاتل بسيف في سبيل الله، وكان الرسول يرفع يده ويقول: هذا خالي فليرينني أحدكم خاله. وسبحان الله العظيم، وكان مستجاب الدعوة: يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. يعيبون على أنه لا يحسن الصلاة، لا يحسن الإمامة. ماذا تصنع يا سعد؟ عمر لابد أن يسمع. قال له سعد: يا أمير المؤمنين، أطيل في الأوليين كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخفف في الأخريين، يعني في الركعتين الأولانيين أطيل، وبعد الركعتين الأخرين الفاتحة. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، إنه لا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، ولا يسير بالسرية. يعني رجل لا يقاتل ولا يسير أمام الجيش، وهذا رجل نصاب الذي يدعي على سعد المقاتل في سبيل الله، تدعى أنه لا يسير إلى الجهاد، لا يسير في السرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. قال سعد: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، وما قال هذا إلا سمعة ورياء، منظر أمام عمر، فثلاث دعوات أمام ثلاث اتهامات، فاللهم أعم بصره واقطع يديه
وادخله النار. وفي رواية وعرضه للفتن. هذا الرجل سبحان الله كما ورد ساعة كبر في السن حتى سقط حجباه، فكان يتعرض للجواري في شوارع المدينة، يغمز للجواري بعينيه لأنه جاله مرض رعاش سبحان الله، تعرض للفتن وكان الناس يعني يتنصلون منها سبحان الله العظيم. أبو مسلم الخولاني كبير التابعين كان إذا خرج من المسجد، بيته كان قريب من المسجد. يعني لماذا أخص هذا القصص كله؟ لأن الذين يتكلمون عن قضية العفو والتسامح، قضية جميلة نتكلم عن العفو والتسامح، لكن لك الشرع أعطاك مخارج، إما أن تأخذ حقك أو أن تدعو على من ظلمك أو تعفو. هذه مسألة تعود لك، وأنا أفتح لك المحاور الثلاثة، لأن الكلمة أمانة والمنبر أمانة. أنا أقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني حاسبني رب العباد يوم القيامة أنني لا يعني أدلس عليكم، لأن الكلمة تتعلقون في رقبتي يوم القيامة. نسأل الله أن يعطينا كتابنا بأيماننا، وأن يدخلنا الجنة دون سابقة عذاب، وأن لا يجعلنا من الظالمين، وأن يريحنا من الظالمين رب. أمين يا رب العالمين. أبو مسلم الخولاني كان يخرج من المسجد، بيته قريب من المسجد، فكان يكبر يقول الله أكبر، فترد عليه زوجته، يعني يعلم زوجته أنه خرج من المسجد وفي طريقه للبيت. الله يرضى عليك، لا تفاجئ الزوجة وهي واقفة في مطبخها لتعمل لها يعني فيلم رعب، يعني يا ابن الحلال اتق الله. أبو مسلم الخولاني يكبر، فعندما يصل على عتبة الدار يكبر، فترد عليه بالتكبير. انظر إلى الصالحين سبحان الله. فعندما يدخل إلى الدار يكبر مرة أخرى، يغلق الباب ويكبر فترد عليه. ففي مرة من المرات كبر فلم ترد، اقترب أمام الباب كبر فلم ترد، دخل إلى الدار كبر، فوجدها جالسة واضعة خدها على كفها حزنا، يعني شكلها طبعا أنت تعرف زوجتك عندما تنظر إلى وجهها تستطيع أن يعني تعرف أين إلى أين تسير الرياح، شمالية إلى شرقية، مثيرة للأتربة غالبا وليس في بعض الأحد. المهم ما علينا، فأبو مسلم الخولاني رأى يعني الرياح مش ليست مواتية، فورا وهو تابعي جليل موصول بالله، صوام قوام عالم جليل ولي من أولياء، قال اللهم من أفسد علي زوجتي فأعمي بصره أو أعمي بصرها خيرا. قالت لقد زارتنا جارتنا وقالت لي إن زوجك أبو مسلم الخولاني قريب من معاوية، ده قريب من أمير المؤمنين، اسمع، ألا يوسع لكم في النفقة ويأمر لكم بجارية أو خادم يخدمكم؟ فين التوسعة؟ طب يعني قريب منظر، يعني روح من عند معاوية وجاي من عند معاوية. فقال اللهم من أفسد علي زوجتي فأعمي بصرها. صاحت المرأة خلف الجدار قالت لما أطفأتم أنواركم وسروجكم؟ قال والله ما أطفأنا، لكن أصابتها دعوة. فجاءت المرأة تستسمح أبا مسلم وتقول اعفو عني وادعو الله لي أن يرد بصري ولا أعود إلى هذا مرة أخرى. دعا لها رب العباد فإذا بها تقول الحمد لله رد الله عليها بصرها. سبحان الله. أحبتي في الله، الظلم ظلمات يوم القيامة. مسألة العفو طبعا لما اجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم بالطلقاء يوم مكة، يوم فتح مكة، صار قويا وهم ضعفاء، صار منتصرا وهم في حالة هزيمة، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ طبعا لهجة المسكنة عندما تظهر على الذي يدعي القوة عندما يكون قويا وعندما يهزم ويهزمه ظلمه. قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم ما قاله يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الحق بيدي في مسائل، ودعا على من ظلمه في مسائل أخرى، وعفى في 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 قطاع ثالث. أحمد بن أبي دؤاد هذا الرجل كان قاضيا عند خلفاء بن العباس، تولى القضاء لأربعة أمراء، فكان صاحب مصيبة خلق القرآن، وتسبب في قتل أحمد بن نصر
الخزاعي رحمه الله ورحمة ناسا كان عالما جليلا، كان صديقا لأحمد بن حنبل. ثبت أحمد بن حنبل ضد فرية ابن أبي دؤاد، وكانت فتنة مرت فيها سنوات، عذب فيها الإمام أحمد، فدعا عليه. ماذا قال؟ قال: اللهم احبسه في جلده فقط، بس لا حبس في زنزانة ولا في معتقل ولا في غوانتنامو ولا في، قال: اللهم احبسه في جلده. فكان أحمد بن أبي دؤاد أصابه الفالج، شلل نصفي، والعياذ بالله، أعزكم الله، شفاكم الله وشفى مرضى المسلمين، ولا يأتيكم الله بابتلاء إلا نستطيعه، أمين يا رب العالمين. كان نصف جسده لا يشعر بأي شيء، لو يقول: لو قرض هذا النصف الأيمن بمقاريض لم أشعر، ولو وضع الذبابة على نصفه الآخر لشعر أن جبل أحد انتقل على كتفه، سبحان الله. هكذا دعا الحسين رضي الله عنه لما أراد، بعدما يعني جاءته الضربة الأولى والطعنة الثانية والحربة الثالثة في فمه، سال الدم من فم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتناول كأسا ليشرب أعطته له أخته زينب، فجاء رجل وضرب الكأس كلا يشرب الحسين رضي الله عنه، فقال: اللهم من أظمأني اللهم أظمئه، وفي رواية ظمئه، سبحان الله. هذا الرجل الذي دعا عليه الحسين جاله حالة مرض فور كربلاء. ما الذي حدث؟ كان سبحان الله العظيم يشعر بعطش شديد شديد، يشرب ما يستطيع أن يشربه خمسة، ويقول: اسقوني اسقوني، ولا يروى، سبحان الله. وظهره يشعر يعني ببرد شديد جدا، حتى كانوا يسقوا من فمه ويضعوا له الكانون في ظهره اللي في نار، يعني حتى يشعر ببرد شديد في ظهره وبحرارة شديدة في يعني فمه، والعياذ بالله رب العالمين. فإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لا تظلم أحدا، لا زوجتك ولا أولادك ولا أقاربك ولا العاملين معك في المؤسسة. اتق الله يا عبد الله، أنتم تحفظون وأنا أحفظ ونحن صغار، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليه. أما العفو، هذه فضيلة جميلة الكل يحبها، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يجعلنا من العافين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد، أحبتي في الله، الظلم لا يقع علينا إلا إذا ظلم بعضنا بعضا، فيسلط الله علينا من بني جلدتنا ومن غير بني جلدتنا من يظلمنا. فلا بد أن يشير الإنسان ويتهم نفسه ربما أن يكون من الظالمين. هل هناك أشرف أو أنقى أو أعلى إيمانا أو أقرب إلى الله عز وجل من أنبياء الله ورسله؟ لا أحد. هذا نبي الله يونس ذي النون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أول ما نزل في بطن الحوت لم يقل كما نقول نحن: لما أنا بين الناس؟ ده أنا خارج في سبيل الله أدعو، أنا نبي من الأنبياء ورسول من الرسل، لما يحدث هذا؟ هؤلاء كفار ينجون بسفينتهم وأنا الوحيد الذي يلقى من السفينة، فيلتقمني الحوت وأدخل في ظلمات ثلاث، ظلمة ليل وظلمة بطن الحوت وظلمة سبحان الله الأمواج البحر. فيعني ولو قال هذا ما يقول العقل المجرد، لكن المؤمنين الكبار وأهل التقوى العظام من أمثال هؤلاء لهم يعني مسألة أخرى، لهم نظرة أخرى. أول ما نزل في بطن الحوت أعلن توبته وظلمه، قال: لا إله إلا أنت، أنت المنجي يا رب، سبحانك يعني أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص، إني كنت من الظالمين. أين ظلمه؟ واحد راح نبي ورسول إلى قوم لم يؤمنوا به، ثم ركب السفينة ينتقل إلى مكان آخر يدعو، يعني ما أين الظلم؟ مجرد أنه يعلم أن هؤلاء مجرمين
وظالمين وكفار، وركب معهم، اعتبر الركوب مع هؤلاء جعله في زمرة الظالمين. يقول رجل للحسن البصري: أنا كنت أخيط أثواب الحجاج، هل أنا من أعوان الظلمة؟ قال: لو أنت من الظلمة، أنت من الظلمة. سبحان الله، لو لم يجد الحجاج كما قال عمر بن عبد العزيز: لو تخابثت الأمم قدمت كل أمة خبيثها، أسوأ واحد فيها يعني، وقدمنا الحجاج لغلبناهم. لا إله إلا الله. ودخل عليه رجل، دخل الحجاج يرى في المحبس، كان عنده 60,000، سبحان الله، 1,000 من يحبسهم، وكان يحبسهم في زنازين بلا سقف في الصيف حتى يعيشوا في يعني في الحرارة طوال الوقت، وقتل في زمنه 20 و100,000، 120,000، سبحان الله. فلما دخل ينظر إلى المحبس فرأى رجلا ينظر إليه بقوة وبيقين، فتعجب الحجاج من صلابة جلد الرجل وقوته. قال له: تريد أن تقول لي شيئا؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ قال: يا حجاج اسمع، مر من أيام بؤسنا أيام، مر علينا بؤس أيام، ومر من سعدك أيام، أنت تدعي أنك قادر وظالم، مر من سعدك أيام، والموعد القيامة، والسجن هناك جهنم، والحاكم هناك لا يحتاج إلى بينة. انظر إلى قوة الجلد وتلخيص المسألة. البؤس الذي مر على المظلوم مرت منه أيام، والسعد الذي يظن الظالم أنه يسعد بظلمه وأنه يعني يفتري على خلق الله قتلة وتشريدا وغير ذلك، مرت من أيام سعده أيام. والموعد القيامة، كل سبحان الله مالك يوم الدين، سبحان الله. والسجن ليس زنازين، لا، والسجن جهنم، سبحان الله، السجن. والحاكم سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى بينة. حتى فقه الحسن البصري ويمر على بنائين يبنون غرفا ضيقة، فتعجب الحسن، قال: ما هذا؟ قالوا: يعني هذه زنازين، يعني نبني سجن يعني. فقال: وسعوها. فابتسم البناؤون، قالوا: لما؟ قال: وسعوها عسى أن تسكنوها يوما. يعني سبحان الله، أيام أغيار، الأيام أغيار، الأيام، الدنيا لا تستمر على وتيرة واحدة أبدا، والله لا تستمر. شوف، أنت لك أبواب السماء مفتحة، المهم ألا تظلم أحدا. ابحث اليوم عمن ظلمتهم، واستبرئ هذا الذنب، وعود إلى رب العباد. واحد كان من أعوان الظلمة ماشي في بغداد، سلمها الله وسلم العراق كله والشام واليمن وكل بلاد المسلمين من كل سوء، إن شاء الله رب العالمين، سبحان الله العظيم. فهذا المجرم من حرس هؤلاء رأى صيادا فقيرا معه سمكة، فقال: أعطني هذه. قال: لا، أنا لا أبيعها ولا أعطيها، لأن هذا قوت أولادي، ما اصطدت اليوم شيئا، هذا قوت أولادي الغداء وعشاء. فاستلبها منه، فالسمكة عضته سبحان الله، فأخذها إلى بيته وشواها وأعدها للطعام وأكلها هو وأولاده ظلما وزورا. فبالليل السبابة التي يعني اشتد الألم فيها كثيرا، فذهب إلى طبيب نطاسي نابه يعني نابغة، فقال له: هذه الأكلة يعني في داء معين يدخل على العضو، لا بد من إيه، زي اللي يقول يعني في اللهجة الحديثة الأطباء يقولوا الغرغرينة، يعني سبحان الله، لا بد من قطع السبابة وإلا استشر الألم في الذراع كله. قطعوا السبابة، في اليوم التالي الوسطى اشتد نفس الألم، الطبيب قرر، الثالث، 5 أيام، جاءت الجمعة بدأت الأكلة في الذراع، سبحان الله اللي بعده. فلما سأل إمام المسجد قال: لو ماذا أصنع؟ يعني سبحان الله، كل يوم يقطع مني إربا، لابد أنك ظلمت إنسانا. قال: والله أنا أخذت السمك قص على القص. قال: اذهب فابحث عنه واستسمحه. فقال ذهب إليه واستسمحه فعفى عنه فتوقف الألم. قال: يا ليتني كنت انتبه من اللحظة الأولى. لا، اللحظة الأولى لحظة الظلم، لأن الظالم لا يرى أنه ظالم، الظالم
يرى أنه سبحان الله، انظر إلى المحكمة، القاضي مسكين عنده أوراق وسبحان الله ومحامي لسن ومحامي لسن، والحبيب نفسه المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول ربما يأتيني الخصمان منكم فيكون أحدهما ألحن في حجتي من الآخر. يعني ألحن يعني إيه؟ يعني بيعرض قضيته زي الإعلاميين المجرمين اللي يعرضوا قضية يعني كلها سبحان الله يعني خطأ على أساس أنها صحيحة سبحان الله، فيقول ربما يكون أحدكم ألحن في حجتي من الآخر، فإذا ربما أقضي له وأنا بشر، فإن قضيت له من حق أخيه شيئا فليعلم أنني أقتطع له جزءا من جهنم أو شبرا من جهنم والعياذ بالله رب العالمين. أحبتي في الله، إن المؤمن الحقيقي الذي يبحث ألا يكون ظالما، ألا يكون ظالما، وألا يحشره في زونة الظالمين، وأن يتقي رب العباد سبحانه، ثم إذا عفا فهذا أمر يعني جميل جميل. ولكن السؤال كيف يتعلم الإنسان قضية العفو؟ هذا أمر. أو أريد بعد إن شاء الله الصلاة بإذن الله إن شاء الله نوضح يعني كيف يعيش المسلم بخطوات معينة حتى يدخل على قلب شيء من السعادة رغم كل الأحداث، ثم شيء من العفو في تصرفاته. هذا موضوع حديثنا إن شاء الله تكملة الخطبة بإذن الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين وبنا سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، وأوقع الظالمين في الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، ولا تحشرنا في ظلمة أهل الظلم يا رب العالمين. ارزق بناتنا الأزواج الصالحين وأبناءنا الزوجات الصالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، واطرد عن بيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا شياطين الجن والإنس يا أرحم الراحمين. أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، انظر إلينا نظرة رضا لا تسخط علينا بعد ذلك، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحيانا نتيجة الظلم تكون فورا، تكون فورية، يعني لا يعني ينتظر، لأن الحديث يقول لأنصرنك ولو بعد حين. يعني إذن معنى الحديث إيه؟ أن ينصرني كمظلوم الحين أو بعد حين. لأنصرنك ولو بأص ولو، دي يعني الواو دي إيه؟ ها؟ يعني فيما بعد، ولو بعد حين، مش لو الحرف الثماني، لا، ولو بعد حين أي بعد فترة مما وقع عليك الظلم حتى يبلغ الكتاب أجله. لأن والله لو يعلم الظالم ما للمظلوم عنده يوم القيامة لضن عليه بظلمه. انت اسمع الكلام، صلي على رسول الله، الله يرضى عليك. انت تيجي الجمعة لازم تطلع بفايدة. ليه؟ لأن الكلام ليس عن الظالم، قد يكون لنا. ليه احنا دائما نقول ان هناك ظالمين؟ ليه ما نقول نحن؟ يعني سيدنا يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت في واحد مسلم، أنت تسمعه يقول أنا ظالم؟ في واحد في المحكمة يقول أنا ظالم؟ كله مظلوم، صح ولا لا؟ المدير مظلوم، والموظف اللي عنده مظلوم، ومدير المؤسسة مظلوم، والوزير مظلوم، والمستوزر مظلوم، والرئيس مظلوم، والمرؤوس، لا إله إلا أنت. يبقى الظالم الوحيد مين؟ العبد لله. ما يعني، طب بالله عليك مفيش ولا ظالم، لازم يبقى واحد ظالم، سبحان الله. نسأل الله السلامة. كان في واحد ملك اسمه حتى سيء، اسمه هداد ابن هدار بالهاء، شو اسمه؟ هداد ابن هدار. كان ملكا على الشام، كان في دمشق، دمشق دي اقدم عاصمة. كان زمن سيدنا يحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، فزوج ابنته ابنه لابنة اخيه، كانت ملكة
وبعدين ابنه طلق زوجته ثلاثة. كان في شريعة سيدنا زكريا وسيدنا يحيى زي شريعة المسلمين أن لا بعد التطليقات الثلاث لا تصح. فاستفت سيدنا يحيى قال لا تحل له. ضغط عليه الملك لا حولك هو الحكاية القديمة يعني ضغط عليه سبحان الله قال لا تحل له. استشاطت الزوجة المطلقة غضبا وقالت لحماها لا حماها الله ولكن انت لا ابو زوجها يعني اقطع رأس يحيى. يا الله اقطع رأسه. دخل عليه وهو يصلي في المسجد وقطع رأسه. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يعني ليس القتل كما أقول يا أخواننا القتل المادي فقط. وأنا لما واحد والعياذ بالله يقتل واحد ببرميل ولا مدة ده نوع من القتل. في والعياذ بالله قتل معنوي وهو أشد. يعني ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء. إنما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. الأولاد عقين والزوجة متعبة وأخذ فيه ناس. الرجل دخل البيت يقول لأم فلان قالت له نعم قال له من ساعة ما خرجت الصباح لغاية الحين ما في حاجة دخلت فم خلاص الدنيا يعني سبحان الله يعني جائع. قالت له يعني أتريد أن تأكل قال لا أنا بفضفض لك بس فضفض استعبطي ولا تستهبيني قبح الله الغباء وأهله. ما هو بيشتكي ليه يعني ها؟ لا اله الا الله. ما فينا يا راجل الام ضربت ولدها على انه ما عملش الواجبات. الولد عنده 5 سنوات لسه ما دخلش اولى ابتدائي احد. فوجدتها تصلي راح جاب لها المساخيط اللي بيلعب بيهم دول بتاع ايش مش عارف ايه وايه وكده وراح حطهم قدام اللي صلي على الاصنام عشان تدخل النار سبحان الله. لا اله الا الله. الولد ما شاء الله طالع من صغره ياخذ حقه يعني حتى مع الام. الله ربنا يعافينا واياك. اللهم رب لنا اولادنا على الكتاب والسنه يا رب العالمين. يعني ولكنه ضحك كالبكا. ليس من مات فاستراح بميت انما الميت ميت الاحياء. انما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. ادخال الغم على المسلمين قلنا من قبل في حلقات الدار الاخره والوعد الحق. قال العلماء في وادي في جهنم والعياذ ربنا يعذنا واياكم من جهنم وما فيها ويدخلنا الجنه بدون سابقة عذاب في وادي اسمه وادي هب هب يوضع فيه من يدخل النكد والحزن على الناس. ده وادي ما تلاقيش فيه موضع قدم. هل من مزين؟ في ناس عارف ينكد عليك وخلاص يعني يجيب لك خبر كده ما لا اله الا الله. تعرف جدتك الله يرحمها وعمتك لما كانت تجيد الحزن ما تلاقيش شيء تحزن على ما كانش فيه بتاع. تفتح الجريده وتشوف صفحه الوفيات لا اله الا الله. ليه يا حجه كده الله يرضى عليك؟ تفاءلوا بالخير تجدوه. لكن يا عاش انا خير الكوب ده يا حجه حطاه ليه كده على الرف؟ ده بتاع المرحوم الله يرحمه زوجي من 33 سنه اخر مره يشرب فيه. ليه يعني؟ الكاس بتاع نابليون شكسبير ما خلاص نرموه. احنا مش من عباد الاثار يا اخوانا. لا اله الا الله. فلا حول ولا قوه الا بالله. الله يرضى عليكم. بس عشان الابتسام الراجل معجب يعني باخلاق وشكل ايه جاره من الجارات. فالمهم قدر الله مات زوجها انقضت العده. راح الراجل بادب كده خبط على الباب عشان يعرض عليها الايه الزواج. خرجته من غير ايه من غير زينة ولا مكياج ولا بتاع الطلاق بتاع الجدران والكلام. ففوجئ الرجل بأن دي مش المنتظر من دي. فقام حصل له لخبطة. قال لها أهلا وسهلا. نعم. فيش أخبار عن المرحوم؟ بالله المرحوم يا ولد أخبار عن المرحوم؟ ما مات الله يرحمه يطلع من القبر. الله يرضى عليك. اتق الله يا عبد الله اتق الله. بصش اللي في عينه ابنه والله الحق. والله اعظم نعمة ربنا منها عليه غض البصر. من غض بصره اطلق الله له بصيرته. واحد اسمه احمد المسكي. المسكي ده مش كده لقب في التاريخ كان من تابعي التابعين. كان جميل الطلعة. ورايح درس العلم
دعته امرأة وقالت له بس تعالى اقرأ لي كتاب خطاب يعني من زوجي المسافر. بعد ما دخل اغلقت عليه الباب وطلبت منه اما ان تصنع كذا او افضحك في الجيران واقول هذه اللي راح بمجلس العلم يريد بي سوءا. قال لي امت الله اتق الله. قال طب بس يعني بعد اذنك فين الحمام دورة المياه؟ يا رب يا رب انت قلت ومن يتق الله يجعل له مخرجا فاين المخرج؟ وبعدين جات له فكرة، اخذ اعزكم الله من القاذورات وحط على جسمه وراح طلع لها اول ما شفت طردته. فراح البيت اغتسل، منذ ان اغتسل الى ان مات تفوح منه رائحة المسك. سبحان الله، اسمه احمد، الشيخ احمد المسكي مشهور في التاريخ، سبحان الله العظيم. طيب هداد ابن هدار قطع رأس سيدنا يحيى الذي سمى يحيى هو الله، صح ولا لا؟ المصيبة بعض البلاد الإسلامية يحيى يحيى، مين اللي كسر ليه؟ هو احنا نعيش مكسورين حتى بالأسماء؟ اسمه يحيى يا ابني، في فتحة، ربنا يفتح لك بصيرتك يعني إن شاء الله، في فتحة على الياء يحيى، يتسمي اسم صحيح وتنطقه اسم صحيح يا الله الغني، خلاص يحيى خلاص تمام كده. فالذي سماه هو الله. طب كيف يحيى؟ كيف يموت؟ من سماه الله يصدق عليه الاسم فيرزق الايه؟ الشهادة. والشهداء ايه؟ احياء عند ربهم يرزقون، فرحين سبحان الله، يستبشرون، لا اله الا الله، يعني كأنه عايش. المهم فحملت المطلقة هذه رأس سيدنا يحيى على الصينية على رأسها لتبشر امها، والرأس يتكلم ويقول لا تحل له لا تحل له. قل النبي الذي تكلم بعد موته سيدنا يحيى بن زكريا. المهم رجعت الى امها فرحة بما بانها اشتفت يعني شفت غريلها، واذا بالارض تسوخ من تحت اقدامها فتنزل تنزل الى ركبتيها، الجواري تصوت في القصر والام تصرخ والبنات تصرخ والخدم يصرخون وهي تغوص شيئا فشيئا. فقالت الام لما وصلت الارض الى كتفيها قالت للحرس اقطعوا رأسها كي اتسلى به بعد موتها، خلاص الارض ايه. فقطعت رأسها، فلما قطعت رأسها لفظتها الارض كما تدين، اعمل ما شئت اعمل ما شئت، اعمل اللي يعجبك، اظلم اعدل هتلاقي نتيجة. شوف والله كنت لسه طالب دراسات عليا صغير السن، كبرت في السن لكن ما زلت صغير العلم. المهم يعني فكنت اجد واحد شاب كده في الثلاثينات وانا ازور اصهاري ساكن في الفيلا في البيت اللي في الوجه. هذا الشاب كيف يسير؟ ينحني راكعا ويضع يديه خلف ظهره مشبكة، وبعدين اذا وقف اذا سلمت عليه يقف، يستطيع ان يقف للحظة، لكن اول ما يبدأ في الحركة لازم ينحني. فسألت، قيل لي ان اباه كان مدير السجن الحربي في الاربعينات والخمسينات، كان يعذب الناس ازاي؟ خليهم يمشوا طابور امام المساجين وضع الركوع واضعا ايديهم خلف ظهورهم، فالولد ده ولد عنده خلل في العمود الفقري بحيث لا يتوازن اذا صار الا اذا انحنى هكذا. شوف حرقة القلب كيف تأتي. شوف يعني انت عندما تمرض لا تتأثر، لكن عندما يمرض ولدك تأثر، عندما تمرض ابنتك تقول يا ريت. والله بعض الاخوات للأسف من باب يعني ولا رب يعني اشفيها من اللي فيه وحطه في انا ليه يا ابن الحلال؟ ما هو القادر على الشفاء يعني، هو لازم حد يعني هو لازم حد موضع ابتلاء يعني، تخففوا الموضوع على الله لا حول ولا قوة الا بالله. زي الطبيب لهبل يقول ايه، شوف يا استاذ احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله، والله
يعني انت عملت 99% وخليت الخفيفة على الله. ايه قلة الادب دي؟ ايه سوء الادب ده؟ ما ترباش دبيتهم ولا ما حد ربها ولا ربها في ايه اللي عملنا اللي علينا يعني؟ نحن عملنا الامر كله لله. يقول لك ولا تزعل بكرة ان شاء الله يحلها الف حلال. والله ما فيها الا حلال واحد. الالف ده في دماغك انت. الالف ده في الهبل اللي عنده. الف حلال. هو حلال واحد. ليس الا الله. ما توحدوه. انا عايز اديك برنامج رباعي. ولا تخليه للجمعة الجاية ان شاء الله. سكتين كده ولا اللي عايز يسمع البرنامج الرباعي يسمعني الصلاة على رسول الله عليه الصلاة. شوف والله الرسول ما ترك لنا خيرا الا وبينه لنا ودلنا عليه وامرنا به، وما ترك شرا الا ووضحه لنا وحذرنا منه، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. انت مالك انت شغل بالك؟ بالله عليك من ضمن الاسئلة يوم القيامة لن تزول قدم عبد حتى ربنا يسأل انت مشجع للجمهوريين ولا الديمقراطيين؟ هسأل السؤال ده يوم القيامة؟ يا عم ابحث عن السؤال اللي انت مالك انت؟ تعرف بالضبط ايه؟ الله يرحمه شيخنا لما كان يقول عمر يا ابني العرب دول عاملين زي ايه؟ المسلمين عاملين زي مزرعة جذام اعزكم الله اللي بتسقط اطراف، بيشاهدوا في حلقة التلفزيون المصارعين الاقوياء فبيضحكوا على مين؟ على الواقع على الارض. انت مالك انت؟ دول اقوياء ويحاربوا بعض براحتهم. انت ايش دخلك انت؟ ايش يا صعلوك بين الملوك؟ انت مالك؟ خليك في دينك، خليك في وضعك، شوف انت حالك، شو انت ظالم ولا ما انت تشغل بالك انت ومشغول مع الناس. والله سبحان الله انا اقول لك حكمة رباعية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مشيت بها في حياتك هتسعد وتتعلم العفو. قال اوصني يا رسول الله واوجز عليه الصلاة والسلام. قال لا تغضب. ادي المحور الاول من حسن اسلام المرء هكذا يقول عليه الصلاة والسلام تركه ما لا يعني. لن يكمل ايمان احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. سبحان الله العظيم. خلينا في الثلاثة الاول وهقول لك الرابعة ان شاء الله. تعالى لا تغضب. ايه اللي بيسبب التوتر في البيوت والبيوت بتود؟ انت شفت واحد طلق زوجته في لحظة هدوء؟ ما حصلش، صح ولا لا؟ لم يحدث، بل بالعكس. يعني واحد ربنا يبارك فيه مصلي بس عصب شوي، فالاخ قدموه للصلاة فقرأ من سورة يوسف فأخطأ مرة اثنين وثلاثة وخمسة، هو عصبي. فالرجل بعد الصلاة قال له يا شيخ والله انت عملت في يوسف اللي ما عملوه اخوته. يا عم عيب اللي عليه، ليه كده؟ ليه كده قلة الادب على الرجل؟ يا اخي القرآن غالب وليس مغلوب. الواحد يخطئ في الفاتحة، والله الواحد يخطئ في الفاتحة، سبحان الله. يعني الكسائي وهو النابغة العربي الوحيدة تفوق على سيبويه، مش يعني مش واحد عادي. يعني انا لما قارن بين التحقيب المعرفي في اللغويين بين عبد القاهر الجرجاني ولا السكاكي ولا سيبوي ولا الكسائي، يطلع الكسائي رقم واحد، ورغم ذلك صلى بامير المؤمنين. قال فينظر كيف تعملين، وكيف تعملون. ما تجيش ابدا كيف تعملين ابدا، ما فيش غير هارون الرشيد مهذب، وده اديب العربية وامام فاضل وفقيه ومنظر واصولي، يعني سبحان يعني كل العبر الجميلة فيه، مش العبر اللي مش جميلة. قال يا كسائي هذه قراءة لا اعرفها. شوف الادب، مش يقول له ايه يا كسائي انت تتصبط علينا ولا انت عامل لي امام بس ده في ناس لما يسألك سؤال وما تجاوبوش يا ستار يا رب كان الدنيا يعني توقفت عند سؤال. يا ابن الحلال اشرح صدره شوية، شيء من شرح الصدر، لان الغضب لا يورثه. سبحان الله. قال القرآن غالب وليس مغلوب. والله يا امير المؤمنين اعجبت بصوتي في القراءة، فما ان اعجبت حتى اخطأت خطأ لا يخطئه طفل صغير. هو شعب نفسه ايه؟ سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. الله. فاكرين قصة ابو حامد؟ ما هو نفس القضية. ابو حامد يقول يحضر لي من بين الحاضرين، ابو حامد الغزال، من بين الحاضرين 500 عالم تلاميذه زي حضراتكم كده ما شاء الله. لو وزع علم واحد منهم على اهل الارض لما ظل واحد جاهلا بالله.
يعني لو العلماء التلاميذ بتقعدوا انتشروا في الارض الله اكبر. هو لسه بيخطر بباله ده خطر بباله الخاطر. فاذا بسائل يسأل القصة اللي عارفينها يا ابا حامد كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى سورة الرحمن فما شأنه اليوم؟ ايش دخلنا نفس هذا هو ده انا ما اعرفش شأن العيال في البيت شأن ده 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 كل يوم ده الكلام عن من؟ عن الذات العليه. قال فاستغلقت عليه الاجابه ابو حامد مش من النوع بتاعنا بتوع 2017 دول من ده. قال انبئك غدا ان شاء الله اراجع علمي واراجع حساباتي واراجع ما كتبت وما كتب وشوف لعل وعسى ربنا يهديني. يوم والتاني الراجل كل يوم في الدرس يقف له يشكك فيه ها ما شانه اليوم يا عم الله يرضى عليك. رابع يوم قال ما خلاص كده الناس اللي جاي من بلاد الاخرى اللي جاي من الشام واللي جاي من الفارس واللي جاي من اليمن واللي جاي من الحجاز واللي جاي من مصر سبحان الله. ابو حامد مش يعني مش سبحان الله على رأس القرن الخامس الهجرة حجة الإسلام. قال يا رب أنا قمت صليت لله ركعتين قضاء حاجة يا رب ألهمني الإجابة يعني يستعين بالله. قال فرأيت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله هو واحد بام مسكني في المسجد كل يوم يعني سلخني سبحان الله يسألني ما شأن الله. قال يا أبا حامد قل له إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها. يبديها يعني يظهرها يعني ولا يبتديها لانه الاول والاخر والظهر والباطن ليست عنده بداية. سبحان الله يرفع اقواما ويخفض اخرين يعز من يشاء ويذل من يشاء. ابو حامد قال بعد ان بدات بالحمد اما بعد اين السائل؟ هو واخد الاجابه من الكنترول يا بعد عشان هتسالني انا اللي هجيب لك الاجابه. ما سؤالك؟ قال له ما شاء. قال ان لله امورا يبديها ولا يبتديها يرفع اقواما ويخفض اخرين فاذا بالسائل يفاجئه ويفاجئنا ويفاجئ الحاضرين ويقول يا ابا حامد اكثر من الصلاة والسلام على من علمك هذا في المنام. يا اخي ما تستهينش بحد لا تستهين بانسان ما تبص لجانس انها ليه تبص لزوجتك انها مش فاهمة. والله العظيم دي بتفهم ان الافكار بتاعتك كلها يعني عندها يا ابن الحلال بس انت ما تشوفش. عارف في علم الحشرات قرون الاستشعار عن بعد يقول لك كطائر البحر يشعر بالعاصفة قبل ان تهب. الطائر يعرف يا رجل يا بتسألك وعارف الاجابة فالله يرضى عليك لا داعي للف والدوران. سبحان الله تحرد على من ها؟ وغدوا على حرد ايه قادر لك انت مش قادر يا رجل اقتنع بامكانياتك سبحان الله. المهم يعني لا اله الا الله ال 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 يعني ام جميل اروى اسمها اروى طبعا انت اكيد عارفين طبعا عارفين اروى بنت حرب اخوها مين؟ ابو سفيان. هي دي حملت الحطب وزوجها مين؟ ابو لهب. ابو لهب تبت يد ابي لهب وتب. هي سبحان الله العظيم كانت تجيب الحطب وتعمله بالحبل المسد الليف يعني وسبحان الله مره آذت النبي صلى الله عليه وسلم فالحبل يعني سبحان الله لف على رقبتها فحزمة الحطب وقعت سبحان الله فماتت مختنقة بحبل من مسد. يعني بساطة شديدة. النمرود كيف مات هذا المجرم؟ قال له أنا أحيي وأميت والأول طاغوت في الأرض كان النمرود. أنا أحيي وأميت. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبويت الذي كفر. كان يؤمن يؤمن بالخليل يجيبوه أمام النمرود ويخلي الحاشية تخلع النعال وتضربه على رأسه حتى يموت. شو الإجرام سبحان الله. زي قبيلة عبيد العصا اللي قتلهم ملك كندة أبو إمرئ القيس ودي قصة أخرى احنا مش ندخل في تصوير. المهم فسبحان الله العظيم النمرود لو وقعت كده دخلت بعوضة في أذنه اخترقت الطبلة وسكنت. فكان أول ما تطن يشعر بصداع شديد شديد يضربوه على رأسه بالنعال فمرة اشتد الضرب ومات مما زرع. الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل سبحان الله. قطعت رأس يوحنا المعمدان سيدنا يحيى عليه السلام قطع رأسها في نفس الوقت. واللي قطعتها مين؟ أمها أمها المحبة لها. فسبحان الله العظيم لا تغضب لا تغضب
الإنسان يجب أن يكون هادئا ويستوعب وبعدين يدعو الله: اللهم أجرني من حر غضبي، عظني وأوجز يا رسول الله. قال: لا تغضب. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، التخلص من الفضول. الفضول قتلنا، الفضول أهلك بيوتنا، الفضول هدم البيوت على أصحابها. انت مالك انت زوجت ابنك او بنتك؟ لا تتدخل في حياتي يا اخي، خلاص انت زوجتها لكامل بالغ، بالغ الرشد عاقل، ولا زوجتها الواحد نص نص؟ خلاص فده انت زوجتها لمن تراه اهلا للزواج، اتركهم حياتهم. زوجت بنتك، خلاص يا اخي اتركها لحياتها. زوجت ابنك، نفس القضية. الله يرضى عليكم. يعني دايما في عقود الزواج نجلس يقول: يا اخوانا الله يرضى عليكم، اتركوا الأسرة الجديدة تعيش بمنهجها، لا تعيش بمنهجنا. ما فيش داعي لمنهجنا، لا داعي للتدخل إلا بالموعظة سبحان الله العظيم. الله، أم رومان ماذا صنعت عندما أشيع عن عائشة ما أشاعه المجرمون من المنافقين في حديثة الإفك؟ ماذا تقول لها؟ يا بنيتي، إن كان قد حدث ما نسمع فقولي لنا واستغفر الله سبحانه وتعالى. قالت: والله ما أقول لكم إلا ما قاله يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله. إن قلت لكم ما تريدون قد كذبت، وإن قلت حقيقة الأمر كذبتموني. فأمها تهديها تقول لها: إيه يا بنيتي، ما بلغت امرأة محبة في قلب زوجها، ما بلغت إلا وكثر حاسدوها. يجيب لها الإيه؟ يريح سبحان الله. مش تجي لك بنتك غاضبة تقول: لا والله ما كان شيرنا في الزيجة دي بصراحة، ده أنا لولا الشيخ عمر الله يسامحه هو اللي شجعنا، قال يلا ده بيصلي عنده وطلع ولد نغلة. يا ابن الحلال قول كلمتين طيبين. لما يجي لك بنتك غاضبة من زوجها قول لها: بس ولا كلمة، هاتي زوجك الأول احكوا قدام انتوا الاثنين. ابنك يجي يشتكي لك من زوجته بس ولا كلمة: تعال تعال يا بنتي، اقعد يا ابني، قل ما عندك. انا قلت لكم من شهر تقريبا كده جاني ولد وبنت سبحان الله، يعني مساكين متزوجين من سنوات وخلاص يريدان الانفصال. يا ابني بلاش نقول لك ايه عيوبها، ولا يا بنت اقول لك ايه عيوب. ايه رأيكم ان كل واحد يقول لي ايه العيب اللي هو فيه هو؟ بلاش العيب اللي في الايه، اشوف يعني ما هذه دراسة سيكولوجية تشوف يعني هل هو هيقول الحق. يصدمني الزوج ويقول: العيب الاساسي اللي فيه انني تأخرت 9 سنوات على قرار الطلاق. حل انت بقى، بلاش الشيخ عمر، حل انت اخوي يا فالح انت، ها يا ناصح انت، ها يا ذكي. لا لا الا الله. طب بالله اقول له ايه ده بقى ان شاء الله؟ اول امس طالع من المحاضرة عند اخوانكم المسلمين في ايطاليا، واحدة اوبا جريت على السيارة فتحت الباب في شكوى يا شيخ. طيب فالمهم زوجها بغلبة غلبة، طب خفض صوتك قدام شوية. اسكت انت. قلت بس ده بتعمل مع زوجها كده، ما تعمل مع الشيخ ايه؟ وسج في الولد: يا ابني ما تتكل على الله يا حبيبي، عايزين نروح، ده في ناس مستنينا في دبي، عيب كده. المهم سبحان الله حول ولا قوه الا بالله. وبعدين ابعد شوي. الرجل بعد وتشوفي اديني رقم الهاتف وانا اخلي حد من الاخوه يكلمك اليوم ان شاء الله ونحن. فالمهم مش عارف، مش حافظه رقمها، يقول لي الرقم بالايطالي. قلت لها: وانت شايفاني فروت في الايطالي يعني سبحان الله. المهم فالمهم هو اللي بيشجعها يعني مسكين يمليها. قلت لها: عم انت عايز تخلص منها ولا ما تسكت؟ خلينا ما تدريش الرقم. لا هو عايز، يلا سبحان الله فرصه. لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا انت سبحان. مش يقول لك الرجل بعد مرور 25 سنة، ها 25 سنة على زواجه، فزوجته فرحانة، فدخلت في المطبخ لقيته قاعد بيبكي. قلت له: خير يا ابو فلان؟ ده يوم ما عيد من الاعياد يعني، ما ده بالنسبة لها يعني ما على ناس صح ولا لا سبحان الله. فقال لها: انا من اكثر من 25 سنة لما ابوك رآني معك وقال لك: يا اما تتزوجها
ارفع عليك قضية ولبسك تهمة تسجن فيها 25 سنة. انا لو رضيت بالحل التاني كنت خرجت النهاردة. سبحان الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة. ايه الحب ده يا اخي؟ ده ايه العشرة الطيبة دي يا اخي؟ تقول لي لا تغضب. تغضب ازاي؟ ده الناس مش طايقة بعضها. ده يا الهي، ده انت طبعاً. انا جاي نهدي النفوس النهاردة ما شاء الله. المهم يعني من حسن اسلام المرء. الله يا ابني، الله يا حبيبي، لو تقعد عندي في المكتب نص ساعة بس تقول لا الحمد لله انا نعمة الاسلام ونعمة العقل وام عبد الله اللي في البيت دي اسماء بنت ابي بكر. لا والله، ارضى بكلام ابوك الله يرضى عليه. خد كلامي ثقة. انا لا يعني ان كذبت الناس ما كذبتكم ابدا الله، وان خنت الناس ما خنتكم. انا اقول لك بمرض الله يا ريت البلاوي بتاع. المهم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. انت شيء ما يعنيك شيء. شيء العلماء يقولوا ايه؟ انا زرت واحد فلقيت قدام بيته سيارة، اسأله بكام السيارة دي؟ قسط ولا يعني دفعت نقدا وتحويلات ولا الشغل اللي ادهالة؟ قال لك ان لم تكن في حاجة الى سيارة مثلها وتريد ان تشتري مثيلتها فكل الاسئلة التي تسألها اشتغالك فيما لا يعنيك، ومن تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. ليه تتدخل فيما يعنيه؟ انت مالك؟ رحت زرت ناس، خلاص اقعد يعني يا غريب كن اديب يا اخي، خليك مؤدب. دارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت في ارضهم، خلاص. طيب من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من تمام ايمان العبد أن تحب لأخيك ما. يا أخي إن لم تحب له ما تحب لنفسك لا تتمنى له الشر حتى وإن كان لا تستريح له. أنت في ناس سبحان الله، الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول فرش عباءته ورحب به وأهلا وسهلا ومرحبا وقدم له الطعام بنفسه، وبعد ما مشي قال بئس أخو العشيرة هو. يا الله، الرسول ده ملوش خائنة أعين. قال يا عائشة يا رسول، قال يا عائشة نبشت في وجوه قوم. اه صحيح، اتاري الرجل ده من المنافقين ال17 بس زعيم قبيلة، زعيم ايه؟ قبيلة بالمئات وبالاهل. سبحان الله، فعاد ليشكر ويحمد في اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت قبيلته وهو منافق في الدرك الاسفل. يعني يجي الخير من ايه؟ يعني يعني ينصر الله هذا الدين بمن لا خلاق له، وينصر هذا الدين والله يا مؤمن اقسم بالله. الجمعة الماضية همس في اذني اخ على المنبر، احنا عند اخوانكم في، قول لي في 5 من القساوسة يجلسون في الصف الاول على يمينك نسمع الخطبة. اهلا وسهلا. والله الذي سبحان الله ربنا فتح لي القلوب، تكلمت ان ما فيش حاجة اسمها اديان، فيه دين واحد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ولا احنا تكلمنا من القرآن ومن السنة سبحان الله وقبول الاخر والمسألة. واحد منهم يسلم عليه بعد الصلاة يقول لا تنسى أخاك من الدعاء وأنت تقيم الليل. لا إله إلا الله، يا رب اللهم اهدنا سواء السبيل. سبحان الله، ربما يفتح فتحة، ربما تفتح فتحة، بس انت بتعرفش الفتحة دي منين، بس أخلص النية. اللهم ارزقنا النوايا الحسنة يا رب إن شاء الله، أمين يا رب العالمين. فإن أنت تحب لأخي طب لا تحب له نتيجة أن سبحان الله لا، قل الحق ولا يجرمنكم ها شنآن قوم على ألا تعدلوا. ماذا قال ربنا؟ اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالله يرضى عنك، تخرج من الدنيا وأنت لست ظالما افرح، تخرج من الدنيا وأنت ظالم والعياذ بالله رب العالمين. يا أبا ذر أتدري فيما تنتطحان؟ نعجتين بينتطح. قال لا يا رسول الله، قال لكن الله يعلم وسوف يقضي بينهما يوم القيامة. النعجتين بينتطحوا، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه، نعجتين بينتطحوا، لا حول ولا قوه الا بالله. سبحان الله، هيقضي يا ابا ذر لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي. لا تشغل بالك ولا تدخل نفسك فيما لا يعني، ولا تغضب وحدد هويتك في عدم الغضب وخليك حليم عشان تتعلم العفو. ثم الامر المهم الا تتمنى للناس الشر ان لم تتمنى لهم الخير. في وصية جعفر الصادق لتلميذه الحسن البصري سلالة آل البيت، دخل الحسن البصري عليه في آخر أيامه قال يا ابن بنت رسول الله أوصني، اسمع بالله عليك الوصية ننهي بها الدرس. قال يا حسن أطع من أحسن إليك. من الذي أحسن إليك؟
في حد غيره سبحانه وتعالى؟ اطع من احسن اليك. فان لم تطعه فلا تعص له امرا. يعني ما عندكش درجة الطاعة بس ما فيش داعي للايه؟ المعصية. طيب وان لم تطعه وعصيت امره فلا تسكن داره. عيب عليك، معقول انا اروح عندك بيتك اخرب لك في الاثاث واطفي الثريا واكسرها واخرب لك المحمول والتليفون بتاعه والتلفزيون؟ مش ممكن سبحان الله. فلا تسكن داره وان لم تطعه وعصيت امره وسكنت داره فلا تاكل من رزقه. وان لم تطعه وعصيت امره وسكنت داره واكلت من رزقه فاعد له جوابا وليكن صوابا. جهز إجابة بس تكون إجابة إيه؟ سليمة. جهز إجابة بس تكون إجابة واضحة. أحبتي في الله، يعني رموز السعادة تهفو إليك، ولكن يقول العلماء أنت لا تستطيع، علماء الاجتماع والفلسفة والنفس، قل أنت لا تستطيع أن تطرد طيور الهم أن تحلق فوق رأسك، لكن تستطيع ألا تسكنها داخل رأسك. بلاش انت بخك يبقى عش لطيور الهم، لا، ولا تتوقع الهم غدا، بل تفاءل وقل الغد خير من اليوم ان شاء الله. واذكر اخوانك المستضعفين في الارض والمضطهدين في الارض والذين يقتلوا و الى اخره، فادعوا لهم، لا تنسهم من صالح دعوة في كل صلاة، ادعوا لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمستضعفين هنا وهناك، وانت على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم. فيعني يا احبتي، الانسان المؤمن الصادق سبحان الله العظيم يعني يكون انسان سبحان الله معطاء للناس، لا يعرف ان يأتي بالشر للناس. اللهم احسن خاتمتنا يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا، لا تنسون من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.